ينضم إلينا من القدس مراسلنا أمير الخطيب، ومعنا أيضا من بيروت مراسلتنا جويس الحاج خوري. نبدأ معك أمير أحمد جرادات، عفوا، معنا من فلسطين. أحمد، كيف يبدو رمضان فلسطين هذا العام مختلفا عن السنين السابقة في زمن كورونا؟ نعم، يعني هو مختلف بشكل كبير هنا بالتحديد على مقربة من المسجد الأقصى المبارك. ومن هذا الباب، باب الأسباط، خلال الأعوام الماضية كنا نشهد في هذه الساعات حركة كثيفة للمواطنين القادمين للصلاة لصلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، وكان يتجاوز عدد المصلين 200,000 في الجمعة الأولى. ولكن هذه الجمعة الباب مغلق، دخول المصلين معلق، فقط من يستطيع تجاوز هذا الباب هم موظفو دائرة الأوقاف الإسلامية الذين يسمح لهم، والذين يعني فقط يقومون بأداء الصلوات والشعائر الدينية داخل المسجد الأقصى المبارك، ويقومون بكافة هذه الأمور طيلة هذه الفترة من الشهر الماضي. منذ 22 من شهر مارس آذار أعلن عن تعليق دخول المصلين، وجدد مجلس الأوقاف الإسلامي هذا القرار أيضا في شهر رمضان، ذلك خوفا وخشية من انتشار فيروس كورونا. حاليا يعني قبل قليل قابلنا مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، وهو الذي سيخطب الجمعة الأولى من شهر رمضان داخل المسجد الأقصى المبارك. تحدث عن مشاعر يعني مختلفة هذا العام بعدم دخول المصلين، وهو لم يكن أيضا قرار تعليق دخول المصلين سهلا عليهم، ولكن من أجل حماية المواطنين والمصلين من انتشار هذا الفيروس. على الصعيد الميداني، شرطة الاحتلال الإسرائيلي نشرت عددا من الحواجز في محيط المسجد الأقصى المبارك، ليس سهلا أن تصل إلى أبواب المسجد. نحن يعني قابلنا ثلاثة حواجز إسرائيلية حتى وصلنا إلى هذه المنطقة، حيث تمنع دخول المواطنين إلا من هم يسكنون داخل البلدة القديمة أو من الذين يعملون في دائرة الأوقاف الإسلامية للدخول للمسجد الأقصى المبارك. إذن هي جمعة مختلفة هذا العام من الجمعة الأولى من شهر رمضان. البلدة القديمة هادئة بشكل كبير، المسجد الأقصى المبارك هادئ. نحن لم نعتد على هذه الصور في الجمعة الأولى بشكل كبير في شهر رمضان، ولا أيضا على الجمعة المختلفة طيلة أيام السنة. شكرا لك أحمد. سنذهب إلى بيروت وإلى مراسلتنا جويس الحاج خوري. جويس، لا يكفي اللبنانيين هم كورونا، اليوم كان هناك سعر صرف جديد للليرة، ما أثر ذلك على الشارع اللبناني؟ وأيضا ضعينا في صورة آخر الإجراءات المتخذة في شهر رمضان المبارك للحد من تفشي وباء كورونا في لبنان. اليوم هناك اجتماع للحكومة اللبنانية، يتوقع بعد هذا الاجتماع أن يصار إلى تمديد فترة التعبئة العامة حتى منتصف شهر مايو المقبل، هذا من جهة تماشيا مع الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا. أيضا المساجد، كما قال زميلي حسين خريس في تقريره، المساجد ستكون مغلقة طيلة هذه الفترة. قد تكون هناك استثناءات في المناطق التي أيضا أصلا لا تتبع، لا يفرض فيها التعبئة العامة كما يجب. أعني هنا مناطق ربما في الشمال قد تغص بالمصلين في المساجد، كما هي الحال في كل أيام الجمعة منذ التعبئة العامة. نشهد في منطقة طرابلس مثلا العديد من المصلين الذين يعني يصلون داخل المساجد في منطقة طرابلس. ولكن شهر رمضان هذه السنة يأتي وسط أزمة اقتصادية تتفاقم كل يوم، إن لم نقل كل ساعة أو كل ساعتين، مع كما ذكرت رويدة ارتفاع غير مسبوق في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية. يوميا هناك أسعار مختلفة وزيادات على هذه الأسعار في ظل إغلاق تام للأعمال وعدم قبض رواتب من قبل الموظفين، بعضهم يأخذ بدل نصف راتب والبعض الآخر، ومجموعة كبيرة ليس هنا لديها راتب، وبالتالي هناك مشكلة اقتصادية اجتماعية كبيرة جدا. وهذا تحدي الحكومة حتى هذه الساعة غير قادرة على مواجهته. صرفت بعض المساعدات للمواطنين، تم توزيع العديد من المساعدات يوم أمس في عدد من المناطق، ولكن هذا يبقى غير كافي. هناك مبادرات من المجتمع المدني هي الأكثر فعالية اليوم في الشارع اللبناني، ولكن حتى هذه المبادرات تبقى غير كافية، لأننا نتحدث
نتحدث عن أزمة متفاقمة وغلاء يستمر يوما بعد يوم وسط عجز للحكومة. يقول وزير رئيس الحكومة حسان دياب إن اليوم سيكون له موقف من الوضع المالي المستجد في البلاد، ولكن حتى هذه الساعة لم يصدر أي مؤشر ما إذا كانت المعلومات التي تسربت حول إقالة حاكم مصرف لبنان هي صحيحة أم لا، ولكن الوضع في البلاد يتفاقم أكثر فأكثر، وهناك اتجاه لإعادة تحريك الشارع للضغط على الحكومة في هذا الاتجاه. جويس الحشقوري مراسلتنا من بيروت، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لزميلنا من القدس أحمد جرادات.